الفوز ب41 بطولة على مستوى جميع الألعاب. إذا كنت هتتكلم هنا هتتكلم أولا عن النجاح الإداري. وطبعا غير الأبطال الألعاب الفردية، يعني خلافها طبعا. لا طبعا. إن احنا بنقول مثلا دي البطولات الجماعية. الجماعية فقط. لأن الناس لازم تعرف مثلا الألعاب الفردية عندهم بطولات جماعية وغير البطولات الفردية. صحيح. طبعا احنا في سنة الأولمبياد يا كابتن إسلام بنؤكد إن النادي الأهلي برضو من المنظومات الرياضية في مصر اللي بتصنع وبتنشأ البطل. صحيح. والنهار صناعة البطل دي حاجة مش سهلة. النقطة اللي بنتكلم فيها لسه اللي ثابت قايلها حتة إن احنا النهاردة النادي بيصرف على كل هذه الألعاب، خلينا نقول إن اللعبة الوحيدة اللي بتدير فلوس للنادي بشكل واضح هي كرة القدم. بقية الألعاب ما فيهاش مكاسب مالية لأن اللي بتصرف فيها أعلى بكتير من العائد. ده بسبب إيه؟ بسبب دور النادي الأهلي المجتمعي في الرياضة المصرية، وإن هو بيحاول على قد ما يقدر إن هو يساعد في تنشئة البطل. وبالتالي هنا يجب طبعا كل الامور دي بترجع بالاساس لتخطيط الاداره. الاداره هي بتخطط اكيد طبعا عندها جزء تجاه كره القدم، نقل النادي الاهلي نادي جماهيري وكره القدم هي اللعبه الاساسيه في النادي الاهلي، لكن طبعا في جمعيه عموميه كبيره. النادي الاهلي بيخدم اسر كبيره جدا. صحيح. وبيخدم ولاد صغيرين كتير جدا بيحبوا يمارسوا رياضه، يعني بخلاف حتى طبعا النادي الاهلي مليء بالابطال، عنده قاعده كبيره جدا 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 من اللاعبين في الالعاب المختلفه، فبيساعد طبعا. معلش برضو خلينا نبص لها من دور اجتماعي، النادي الاهلي بيساعد في قضايا كتيره مجتمعيه، مثلا زي مثلا يعني قضيه الادمان، النادي الاهلي بيساعد فيها بشكل غير مباشر في حته ايه؟ بيخلي النهارده الولاد الصغيرين والشباب يلجأوا للرياضه وبالتالي يصرف انتباههم على امور اخرى، فكل الحاجات دي النهارده بترجع للسياسه المحطوطه. طيب في سنوات ماضيه الناس كانت بتزعل ان ربما كان فيه اهتمام بالكره بس، اللي بيحبوا مثلا النهارده بصراحه امانه بكل امان كره السله بقى ليها قاعده جماهيريه كبيره جدا كبيره جدا جدا. انا النهارده بشوف ولاد على السوشيال ميديا بيحللوا الباسكت تاكتكس، بيحللوا تاكتكس النهارده، يعني النهارده وصلنا احنا علينا. قبل كده كان بيتنافسوا هم حافظين اسماء مين من لعيبه كره السله، النهارده خلاص لعيبه كره السله بصراحه بقوا شهرتهم يعني لحد ما قريبه شويه من كره القدم، بس الناس النهارده الجماهير بقى بتتكلم تاكتكس، والنهارده شايفين الصراع التنافسي ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في البطولات الاخيره، وبنشوف تحليل الاداء من الجماهير. طب وليه النهارده الاهلي متفوق؟ ساعات الاتحاد بيتفوق في اول شوطين، بعد كده الاهلي بيرجع يثبت في الثالث والرابع، فبنشوف كل ده النهارده على السوشيال ميديا زي الكوره. ده بيخلي برضو الناس كانت بتقول يا جماعه كانش فيه اهتمام بالالعاب الاخرى واحنا يعني الدنيا مش الطف حاجه. لا النهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيقول اهتمام بالغ بجميع الالعاب، وبنشوف النهارده البطولات مش متوقفه فقط عند كره القدم ولكن شامله كل الالعاب الاخرى. فبالتالي انا هنا بشوف دور مجلس الاداره بالنسبه واحد للجماهير، طبعا جماهير النادي الاهلي هي القاعده العريضه، وثانيا الجمعيه العموميه المحترمه اللي هي بتخدم النادي الاهلي من الداخل، بان النادي الاهلي ومجلس الاداره الحالي بكل امانه نجح على المستوى الاداري والمستوى الرياضي وقدر ان هو يصل لاكبر عام بكل امانه. احنا السنه قلنا كابتن كذا مره، صح قلنا كذا مره، احنا عمرنا ما النادي الاهلي ما جمع هذا الكم من البطولات في مختلف الالعاب، قدم يد كل الالعاب الجماعيه النادي الاهلي سيطر عليها. ربما موسم مش الطف حاجه في كره الطايره، لكن برضو الشباب حققوا 4 بطولات، لكن السلة واليد قدروا النهاردة يكتسحوا جميع البطولات مع كرة القدم، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله السنة الجاية 2024 تبقى أفضل بكتير. بس مش كان نفسي بصراحة نحقق الفضية في المونديال، بس يعني كلنا نمشي الفضية، كان نفسي نوصل الفاينل بس ربنا إن شاء الله يكتبها لنا في النسخ الجاية بإذن الله. عدد كبير لبطولات النادي الأهلي أو كابتن محمود الخطيب.